ولمزيد من التفاصيل معنا أستاذ محمد سويد المتحدث باسم وزارة التموين. بداية مرحبا بك أستاذ محمد. مرحبا عليك أستاذ المساهمين. يعني ما هي استعدادات وزارة التموين لاستقبال شهر رمضان وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين خلال هذا الشهر الكريم؟ يعني أستطيع أن أقول أنه إن شاء الله هذا الشهر الكريم لن تحدث فيه أزمات تتعلق بوجود السلع الأساسية لكل المواطنين بكل فئاتها وبكل أسعارها، وخاصة نحن نركز على السلع التي تستخدم بكثرة لدى الفئات المتوسطة وفئات محدودة الدخل. نركز على اللحوم والدواجن كما تفضلت في الكميات التي تحدثت عنها. أيضا نركز على وصول كميات السلع الأساسية من الرز والسكر والزيت من خلال بطاقات التموين، بالإضافة إلى المنحة المقدرة بمليار جنيه من الحكومة والتي سبق إقرارها في وقت سابق. سوف تكون إضافية على هذه الكميات، وبالتالي نستطيع أن نقول أن ما يقرب من 70 مليون مواطن سوف يحصلون على السلع الأساسية الكافية لهم خلال شهر رمضان، ولن يحتاجوا لمزيد من الضغط على السوق لكي يحصلوا على هذه السلع أو ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه إن شاء الله. نعم تفضل أستاذ. أما بالنسبة للاستعدادات فنحن نتكلم عن ما يقرب من 120 معرض إن شاء الله سيتم افتتاحه في جميع محافظات مصر بداية من يوم 19. نتكلم عن أكبر معرض للسلع الغذائية للمنتجين، وهنا نتكلم عن بيع السلعة بسعر الجملة أو حتى بسعر الإنتاج كما تفضل المنتجين للسلع الغذائية ووعدوا بذلك في معرض سوبر ماركت أهل رمضان الذي سيقام في أرض المعارض ابتداء من يوم 22 وحتى 26. المساحة مفتوحة للجميع. سؤال أستاذ محمد، يعني هل هذه المعارض ستستمر يعني طوال فترة شهر رمضان، يعني خلال 30 يوم؟ في آخر اجتماع أعتقد ما وعد به الوزير أنه حال استمرار الطلب على السلع في هذه المعارض سوف تستمر لحين يعني تضاؤل الطلب عليها أو عدم الحاجة إليها، لكن طوال ما هيكون في زحام على هذه المعارض في المدن الرئيسية في المحافظات سوف تستمر يعني ويستمر امدادها بالسلع الاساسيه ان شاء الله. نعم نتمنى باذن الله ان يتم توفير السلع المطلوبه للمواطنين طوال شهر رمضان باذن الله. شكرا جزيلا لك استاذ محمد سويد المتحدث باسم وزاره التموين.